كابتن حسام عاشور يعني من يعني يعتبر من اساطير النادي الاهلي. لعيب دايما موجود جوه الملعب او بره الملعب، وجوده مهم، من اللعيبه اللي انت ما تحسش بيها في الملعب. لعيب اخلاقه عاليه طبعا. في المعسكرات كان على طول بيتكلم معانا، اذا كان هو او كابتن شريف، اللعيبه الكبيره وليد سليمان، اللعيبه اللي عندها خبرات. كل ما مسابقه الدوري بتبقى خلاص على وشك الانتهاء وبنقرب من اللقب، الموضوع بيبقى صعب. هم مروا بالكلام ده كتير، اتحطوا في ضغوطات اكتر من كده بكتير، فطبعا بينقلوا خبراتهم للعيبه الصغيره واللعيبه الجديده. ان النادي الاهلي طبعا على طول هو رقم واحد، ولازم يحارب لاخر دقيقه ان هو يبقى رقم واحد، وده اللي بيحصل. ده فرق معانا في بطوله الدوري، شفت الدنيا كانت عامله ازاي في الاول، اللعيبه كلها اتكلمت مع بعض وقدرنا نقرب وقدرنا ناخد الدوري. اقول له طبعا بالتوفيق طبعا الفتره الجايه، كابتن حسام عاشور نجم من نجوم النادي الاهلي، اتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه وان شاء الله نقدر نحقق بطولات مع بعض. كابتن من كباتن النادي الاهلي مع كابتن حسام عاشور ومع اللعيبه الكبار وامتداد للاجيال العظيمه اللي كابتن شريف اكرامي بيرحب بيك الاول في برنامج سهره مع كابتن مع عمر ربيع ياسين وكابتن حسام عاشور. حبيبي يا دكتور، الف شكر على الكلام الجميل، لا مفيش كلام يتقال بعد الكلام اللي انت قلته ده، وتحياتي لعمر والاخويا الصغير حسام عاشور. تقول له ايه بقى النهارده وهو معاك كده؟ تحب تقول له ايه؟ كلمني عن كابتن حسام عاشور، عن شخصيته. بص، انا عارف ان اكيد لعيبه كتير اتكلمت وهزرت معاه، بس انا هتكلم معاه جد، هقول له كلمتين. حسام ده اخويا الصغير وعشرة سنين في الملعب، عشنا مع بعض ايام حلوه كتير وعشنا ايام صعبه. هو باختصار من اللعيبه اللي انت ما تقدرش تتخيل النادي الاهلي من غيرها. لعيب بتحس فيه بقيمه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وطعم النادي الاهلي. يعني شاءت الظروف ان احنا الفتره الاخيره دي عقودنا بتبدا مع بعض وبتنتهي مع بعض، فاحنا عشنا مع بعض تحدي، خصوصا الفتره اللي فاتت دي النادي بيمر كان بظروف ما كانتش سهله. فوجوده مع وليد، مع فتحي، مع كل الشباب، بس تحديدا الناس القديمه اللي بقالنا مع بعض عشره طويله، وجودنا مهم جدا مع بعض. بتمنى له يا رب طولة العمر في الملعب وطولة العمر كابتن النادي الاهلي، واقول له ان احنا طول ما احنا مع بعض هنقدر نعدي اي حاجه، ويا رب 10 سنين كلها خير ونجاحات وبطولات باذن الله. هقول له عاشور، انا في حاجه عايز اقولها بس انا عارف انها تحرجك جامد جدا على الهوا. بقول له باختصار يا رب يعني المده اللي احنا عشناها مع بعض في الملعب تطول على قد ما نقدر. انا عارف ان دي امنيه عندك وامنيه عندي وامنيه عند حد ثالث هو اكيد عارفه، بس بتمنى ان احنا طول ما احنا مع بعض هنفضل ان شاء الله عشرتنا ناجحه وظهر لبعض، وفي نفس الوقت سند لكل اللعيبه اللي موجوده، ويا رب دايما سنين جايه كلها نجاح، سواء لو انت حتى مش موجود في الملعب، حتى تعيش النجاح ده وانت خارج الملعب برضه موجود في الفرقه، وبتمنى لك كل التوفيق. طبعا برحب بكابتني كابتن حسام عاشور. يعني كابتن حسام عاشور ده اخويا الكبير قبل ما يكون يعني زميل ملعب والكلام ده كله، بس انا عايز اقول ان عاشور من الناس المحترمه جدا ومن الناس القريبه مني انا شخصيا، وهو يعني من الناس اللي في الموجوده في النادي الاهلي، يعني واحد ما يعني اللعيبه كلها ما تقدرش تستغنى عنها والناس كلها بتحبه، وانا من يعني انا من الناس اللي بحب حسام عاشور جدا، يكون متواجد على طول معايا في الملعب وبره الملعب على طول، واقول له ان شاء الله كده يعني يا رب لنجاح دايما ونجيب بطولات مع بعض على طول. وطبعا يعني انت تاريخ كبير في النادي ببطولاتك بلعبك بكل حاجه، وبتمنى لك كل توفيق الفتره الجايه، وبتمنى لك انت واسرتك واولادك وكلهم يكون بخير، واتمنى لك ان شاء الله الفتره الجايه مع اللعيبه اللي احنا نجيب بطولات للنادي الاهلي، وانت من غيرك في الملعب يعني احنا بيبقى ناقص لنا حد، يعني ما بيبقاش انت موجود بيبقى ناقص لنا حد، يعني ده بيبقى احساس انا الشخصي عامه، يعني ان كابتن حسام عاشور يعني زي ما بيقولوا المسمار. حسام عاشور طبعا قائد كبير طبعا، واللعبه كلها بتحبه طبعا، ودايما على طول بيكلم معانا في جوه الملعب وبره الملعب، وبتمنى له ان شاء الله السنه دي التوفيق ان شاء الله، يبقى محالفه معانا ان شاء الله والمزيد معانا بالبطولات ان شاء الله، على البطولات اللي عنده ان شاء الله باذن الله. بتشوف كابتن حسام عاشور ازاي في المعسكرات وفي الماتشات المهمه وقبل الماتشات بيتكلم مع اللعيبه ازاي هو واللعيبه الكبار في الملعب؟
لا لو في ماتشات طبعا مهمه طبعا بنقعد مع بعض اي قبل ماتش كل شويه بنتكلم احنا مركزين ان احنا ننزل نكسب ما فيش هزار طبعا. حسام عاشور على طول بيتكلم معانا طبعا في الاوضه هو اخ كبير لينا طبعا وكلنا بنحبه طبعا ويعني مش عارف اقول لك ايه طبعا عليه طبعا بس اللعيبه كلها بتحبه طبعا وان شاء الله يعني اتمنى له التوفيق الفتره دي اللي جايه ان شاء الله باذن الله. حاول الكره المصريه.